تتميز المرأة اليمنية أو التهامية تحديداً بروح جميلة وحنكة عن دراية في الأعمال التي تقوم بها، ومؤخراً اتجهت لسوق قيادة السيارات بعد أن كانت بعيدة عن هذا الأمر لفترة طويلة. في هذه الشوارع تمر نساء شامخات بسيارتهن متعددة الألوان في ثقة تبرز مواهبهن في القيادة، لتشارك المرأة بحضورها في مختلف المجالات، كما أن بعضهن اتخذن من القيادة مصدر رزق لهن ليقمن بتوصيل زميلاتهن إلى مقر أعمالهن، وهذا يسهل آلية تنقل النساء والتعامل معهن بين امرأة وأخرى. الغلاء المعيشي والوضع في البلاد، وما فيش دخل، ونحن تعودنا على دخل محدد، والآن ما عاد فيش الدخل هو ذاك. بدأت أفكر أنني أخذ سيارة بعد أن نحن نزحنا إلى صنعاء، فعدبنا في الإيجارات وفي البيوت. بالنسبة لموضوع قيادة المرأة للسيارات، طبعاً النساء في وقتنا الحاضر تشكل نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، وفي الفترة الأخيرة انتشرت قيادة النساء للسيارات. والله من حق المرأة أنها تقود السيارة، تمام؟ بس بداية ما تتعلم ما يكون تعلم على يد محرم، وأثناء قيادتها طبعاً ما تطلع أو تركب فوق السيارة إلا أقربائها وأولادها، ومن حقها. الإسلام ما وقفش حاجة مثلا أمام المرأة بأي شيء، يكون لصالحها. من الظروف، لأن احتمال يعني تعبنا حد في البيت، في أي وقت أقدر أخرج، مش أنتظر أي حد يجي يسعفني، أحيانا ما حصلش، فاضطريت إني إن شاء الله يعني الحمد لله تعلمت وأخذت سيارة لنفسي والحمد لله. أثبتت جدارتها، أثبتت أنها نظامية أكثر من الجنس الآخر أو الرجل. نشوف أنها قدرت يكون لها مكانة في المجتمع، خصوصا في الفترة الأخيرة بعد يعني ارتفع مكانتها من ناحية العمل، من ناحية التحرك، من ناحية الاستقرار، من ناحية مواجهة الصعوبات اللي نحن نواجهها كنساء. دور المرأة في المجتمع في قيادة السيارة ضروري، بحيث انه مثلا لو وقع مرض في البيت ما فيش حد يقدر انه يودي المستشفى او حاجة زي كده، تقوم المرأة هي تودي تاخذ دور الرجل كمكان حتى لو نسبة مؤقتة. يشجع الرجال هنا النساء على قيادة السيارة، ويفضل البعض بتواجد باصات خاصة للنساء، خصوصاً وأن الكثيرين شاركوا بتعليم نسائهم القيادة من أجل التخفيف من أعباء الحياة. في البداية كان في رفض، وبعدين أخذوها كشيء عادي، يقولوا أحسن مرأة يعني أنها تسوق وتوصل توصل عيالنا وتوصلنا، وخلاص بعد تقبلوها. يعني هذه الأيام ما فيش أمان لما تخرج، حتى لما تكون معك شغل لوقت متأخر مثلاً، تضطر إنه يكون معك باص خاص أو سيارة خاصة تنقلك مشاورك. فأني أفضل إن المرأة لما تقود السيارة وتستخدمها كأجرة اللي في إنها توصل بنات لأشغالهن أو حاجة زي كذا، يكون أأمن لها. كانت قليلة جداً، نادرة ما واحد يشوف مرأة تسوق، يعني حاجة غريبة. لكن لا، في السنوات الأخيرة تغيرت تماماً نظرة المرأة للسواقة، هي أصبحت قادرة على المواجهة. طبعاً هم المجتمع دائماً هو اللي يحدد إنه لا تنفع ما تنفعش، لكن هي أثبتت قدرتها، أثبتت مكانتها. بدأت من الأسرة، من ثقة الأسرة، من تعاون الأسرة، من محبة الأسرة واحتوائها للبنت أو للزوجة أو للأخت. لو في مثلاً يكون ماشي فجأة يظهر موتور يقطع عليه الطريق، أو إنه حتى بدون مثلاً لا معه لا هون ولا معه أي شيء، فيضطر انني اصدم او حاجه زي كده. ثاني شيء، السيارات برضه احيانا نوقف الموقف او الباصات توقف بالوسط، يعني ما فيش حتى تزاول. جمال عروس البحر يزداد بهاء كل يوم بجمال وروعه نسائها الطامحات للاعتماد على انفسهن ومشاركه الرجل بكل المجالات المختلفه.